الفنان القدير الشمران. فلتتفضل مديرة الثقافة صليحة محمود لتكريم الفنان الشمران. نعم. الفنان القدير صاحب الصوت الرخيم أغنية المألوف شيخنا رايح الشمس. زكريا وأيضا قامة من قامات الفن والإبداع في مدينة علامة. مسرح تاع النابا اليوم قال لك جو جابوا الفنانين تاع النابا كل منهم لا فامي تاع ولد عم يمه ابراهيم حجاج. هذا المسرح من الداخل المسرح. السلام عليكم. تياتر تاع النابا. نخرجوا نلقاو لا بلاص دارم قدامنا. باش ما نطولش الداخل برك باش ما تقلقوش مع هذيك العاملين تاع الفنانين. هاي خلينا نصوروا في التياتر وين كنا. هذاك ولد عم يمه حجاج ابراهيم تاع مالوف من زمان. نخرجوا لابلاص دارم اخويا.
هاو القصر المعار تاع النبع عندهم غير لهنا، ما عندهمش يعني في كيما في ألجي ولا وهران، غير هنا في الكورة. تسمى حتى هذه نقطة، هذه راهي نقطة تصير نقطة نيجاتيف من المالمو، عندهم بلاصة هي مساكن بالقواطن، هذا كان بالقواطن هنا ويحكيوا على الفنانين، وهذا ما تعلي الارتيزاناي تول هنا الحرف هذه هم بداوا يعملوا في الترميمات. شوفوا الطريقة هذه اللي خدموها الاولين، هاي يعني نبداو نهضروا هنا على الطرقات، شوف كيف جايه ونديري كي العظمه، شوف باش الماء ما يركحش، اللي خدموها الاولين صحاحه مش كيما اللي خدمها هذا، شوف كيفاش جايه، شوف الماء ما يركحش، شتي لا بريف جايه ونديري بومبي، الماء ما يركحش لهنا. بار كونتر الطرق تاع الاخر بلا ها. ندخل المدينة القادمة. ما شافوهاش هذه راحت خلاص في لحمة خلاص تقول لا غير يا المدينة القادمة تاع النبا. بيضاء وقتها يخدموها هذه ما يخدموهاش. هو تاع البلاد لهنا في الماء بارتو بيتزا السلام عليكم. صوروا البيتزا معليش، صوروا البيتزا الاولاد تاع الكارطي لهنا، هاي هنا الاولاد نسخفوهم في الخارج يتفرجوا. ها قول ولاد عنابة ولاد لابلاص دار هاك تشوف اخويا. قول اخونا هي اخويا قلنا حاجه على بلاصه دار المدينه القادمه ووعود الوالي، قال لهم نخدم لكم البلاصه، اسكو فيها تحسن شويه ما الوالي وجا البارح اي نحكي، اسكو ما كاينش حتى مؤشر على بالي مي نحكيك انا اسكو كاينه حاجه مؤشرات هكا بربي ان شاء الله بربي اسبيرانتي كيما يقولوا ها اسبيران كيما البلاصات وقيلا حبوا يديروها جنينه نلحق نجي نقابل المسجد نلحق ما ينحيو نصب خمجة الحالة عادي ايش نصب والله غير ان شاء الله نفتحها تاع رحبة مساكن يفكروا على واحد لا والله كل شيء يعني ديما نعدي ولا تلقى حوايج معايا هذيك في الكواليس ما على باليش انا نحكي بالصاري سينا كما قلت كنا قاعدين نقشروا من تما يا عائلتك صح يا هو المهم كاين امور مش ملاح يا ولدي ما نحرقوش الحاله خلي الفكير يا ولدي مساكن محلينيه يخدموا والله اسف كي زينوها كيما عندك ما تقول ربي يفزدوا هذا لي بروجي كل يخدموا فيها في حاله تركوا فيه مقصره ها شوف البلاصات
اه شفتها الضو ما كانش كي خدموها اصحاب اللي يسكنوا تم بعد يباتوا في الكباش تاع حمي ياكلوا في العشيه كي تحب انت تبقى شنين وحنا تاع شنين احنا ولا خلاها رحبه خير هيا تبقى رحبه ديما رحبه خويا بعنا فيها كل خويا لا بلاص دار مسير يلا قلبوا لنا جردان بالله ما تصلحش هي بكري كان جردان صح أو بديو تاع يسولنا البيتزا انت والله كي تفتح لا باتريه من الصباح انا كنت في التياتر جابوا تاع الفنانين اسكت برك هو بونور جيران اه يا خويا هذا الكابيتان ديكيب الله يبارك هذا يقولوا له الكوك الكوك هو ايوا بيتزا قول لي كل يقول لي كل بيتزا يقولوا على البيتزا وين كليت عند الكوك سي بون يعرفوا الكوك وين جهه يا العرب هذيك قالت على البلاد هكا يتفرجوها هذا والله غير سيدي ليها بارتو في لوموند يشوفوها الرحبة تبقى رحبة بلا نش يا خويا اسمع عندنا بكل بناوة يبنيونا لهنا في خلي نجمع ما بقاوش يبنيو نحكي لك يعني انا ننبه مسكه ونيفكروا يجي يفكروا لهنا يجيبوا دراهم من الهي يفلقوا على النبه بالباطيمات ولاد عندنا مسكن يجي العشاء يفكر شنو يبيع لقطه هكا يفكر على روحه سينو كان حتى مشكل يبقى الشارم يبقى الشارم في عنا ولا تاخذوا لا بلاص دارهم لا بلاص دارهم هي وي تبقى رهبه هيا تبقى لا في في ان شاء الله الله يمال عارف هي اخي نبقاو الكميه الاخرى دقيقه الاخرى هنا هاي البيتزا خويا هذا هو الفوغاسا ولا البيتزا لا فوغاسا هذا هو الفوغاسا هذه خليه يسخفوا في الماريكان بارتو انا صاحبي في الماريكان والله انا اقول له تموت بالسخفه او يجي او نجيبو قريب يجي نجيبو لهنا والله في البلاد او نهار كان يتبع بريزنتيه لنا ان شاء الله واحد متفاهمين يا الله يبارك قول وش رايك في البيتزا ملاحه غلطه لا قريب تخرج ولا مازال ولا قريب ندخل داخل انا صاير خرج انت هاي نروح صور هذه هي قول اخويا هاي قول بصح قول هذا ولا خلي والله هذا ممكن نقول لك فيه برا جاي هاني نجيب مول فنجي انا مول فنجي شكون انا عرفت هذا اللي جا هذا براني لا هاي ودي اللي بتاع النافه اخويا درهم يدنا بيبليسيتي في الخارج اي ودي عنافي انا الفان ولا مش عنافي الهضره تاعي انا عنافي هاي مرحبا بالجميع انا نعدي القهوه ربي سهله صح في لابوشان ان شاء الله هاي نكمل الدقيقه هذه وي استمتع لهم احنا القهوه اخونا سلام هاي في القهوه تاع البلاد اسكت برك وش بيك يا محب العقل برك ما تقرقش على جاي اخونا قهوه تاع البلاد داك تشوف سخفوهم الاولاد انا داك تشوف ولاد ولاد البلاصه الحاجه قبل ما يفضل الفيديو هاي كرهت هذا كروني انا اخونا نروح سيبا وخرج شي شقليبه هو قهوة خلاص في شقليبة هو صاير ما يحبش الأولاد هذيا تأفرت هو ولدي لا عليه ما لو قلهم جبار مش مشكلة ما قول خا ها إن شاء الله بخير إن شاء الله يا صبا بربي معلقة أوسي سبانس بلاش تعديل بالك سلام معلقة احنا أوسي سبانس يقول له أوسي سبانس بالأرض أنا مزلت معلقة وانا أعرف يعني لقد ربت عدسك يعني مربي بين وبين معلقة تجيبوا تلقوها كارية 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 البلاد جماعة اللي ما روحش عنها 20 عام 30 عام 10 عام والله كان واحد روحوا والله تلما بلي فيديو تاعي كاين واحد قالوا يروحنا مش يروح يروح بو يجي طلي حوس ما يطلي شم البلاد اه باش يجي برودو لا والله باكونس برك ما عليهش بون يرجع واحد قاعد 20 طون ويجي هنا برودو بونس ما مهبول هاي بلا غير يحب برك الاولاد كلكم قول 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 يشم ريحة البلاد او جا ايريك خطرة ايريك جا ايريك لهنا وشاف لي فيديو ويتبع ايريك هاو كعبة واحدة ايريك شفتها ايريك تاع بلاص دارم نصوروا فيديو تاع الكرطية تاع البلاد ايطاليان يا طريجين ايطاليان ايطاليان
او خلق في عنابه هو هنا قلت البلاصه ما ينفع قولها ما ينفع صور اخوي صور صور قول لهم لا ضربنا حنينا اسمع عباك لي فامس سكاندينافي نفوا نسى تحم لا نحكي على سكاندينافي سي لا سياد لا فيلون مضم تحم ينفوا والله ينفوا والله ينفوا اه نسى تحم والله ينفوا كان رحت لتما انا بالعرف نغني في قيراب والله نحكي لك صح عندنا من نفوا ينفوا نسى ودوا لهم بالديره قلنا الله الله ربي راهو ذات العال كيت البلاد اخويا هاك تشوف هنا عملنا قهوه خفيفه عملنا قهوه خفيفه قاعده تاع البلاد نسخفوهم تاع الاولاد اللي هي في الخارج ان شاء الله مالا راهي معلقه كيما يقولوا معلقه غير الوعود قلت لنا في الوعود تمشي يقول لك غدوه سي بون مفلوزه والله يا من عاش اقول له الغنايه تاع شونتير ايجيبسيان مصري يغني واحد الغنايه اللي ترتاح الوفاه يغنيها وفض مات ما في الشعب يقول عنده كلمه شفتها خويا والله عنده كلمه الله يبارك خويا صافا ولا بيان واش تاعك هاي مالا نكملوها لهنا بقات لي دقيقه لهنا نكملوها شويه توجد لا باتري والله في الطوموبيل خليها فهمت لما تخرج تصور تصور يفضل الله يرحم ملاح البلاد والله كي تعود فيها رجال والله ملاح المشكله قلت لنا بالوعود هذه الحاجه اللي فيها ما كل واحد كلمه بالسبت سبت خطره سبت نمسح انت من وين زغوان قاعد يقول لك راهي اونكور قال بلا واحد قال لي والله راهي اونكور الله في تحقيق والله اعلم على باليش ما سمعت انا احبسه احبسه ضرب الفيديو اللي عملته هذاك شفت عليه الفيديو مشى المهم قال لك نورمال البارح والله الواحد في بلازون قال لي راهي اونكور والله اعلم انا ما نعلمش يمكن الله اعلم واش كاين يعني راهي ماشيه في التحقيق الله اعلم كيفاش ريبوها يمكن الناس شكاوا على والديهم للقبور تاعهم الله اعلم انا باش دخل في السياسه خويا مي ما هي امور ما تصفي با ما تصلحش خويا قبر خويا تريبو بحجه هذا شوشان باش يعمل جدار قلت روح خدم حاجه اخرى تخدم تفلك في القبوله كاينه حكايه ما على باليش هو يجيستيفي بحكايه الله اعلم على باليش انا مش اللي دخل معاه في اللو. يقول حاب نعمل جدار نحل الطريق فض الطرق في عنابه كاين عنده جبل وحفره كاين شبعنا لا والو كيف ان واخواتها اي فها ان واخواتها من الاخر اي فها ان واخواتها شوشان واش ما كلمه كافيناش على بالنا كلش هاي ولاد عنابه ونعرف غير ما تكافيناش شوشان على بالنا غير خلاها ماشيه بل خلاها راكده الحاله وفضل راهي اونكيت ولا مش اونكيت جون سون فو هكذا خويا المهم الحق للموتى ربي يعاون خويا عنابه كل في القوه شفت في القوه عنابه كل في القوه اسكت تما انا زغوان زغوان فوق زغوان فوق كالسولاي 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 واش تشوفها تما كيفاش مستصفي بايز مع مقبره قديمه تاع عنابه اول مقبره قال لي واحد برا بالطرف